حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة مع يوم الاثنين أمطار رعدية في مناطق عدة من المملكة وأخيرا سيول محتملة جنوبا وشرقا. وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين تقص العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المملكة مع يوم الغد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ولكن تبقى درجات الحرارة أدفأ من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام، مع وجود فرص لزخات من الأمطار، وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية. متوقع بمشيئة الله أن تبدأ فرص سخات الأمطار تحديدا ما بعد ساعات ظهر يوم غد الاثنين، لتكون أو تشمل مناطق عشوائية من المملكة. تتركز غزارة هذه الأمطار في المناطق الجنوبية والشرقية كما هي العادة في حالات عدم الاستقرار الجوي، وتستمر هذه الفرص للأمطار مع ساعات النهار من يوم الاثنين، وأيضا تستمر حتى يوم الثلاثاء. تنبيه من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه تحديدا في المناطق الجنوبية بما فيها العقبة وادي رم والمناطق والمرتفعات من جبال الشراء، هنالك فرص لتشكل السيول، تكون الفرص عالية بسبب عشوائية وغزارة هذه الأمطار خلال ساعات نهار يوم الاثنين وحتى ليل الاثنين ونهار يوم الثلاثاء. هذه الليلة في العاصمة عمان الأجواء غائمة كليا، درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 14 كيلومتر في الساعة. وفي 3 أيام القادمة في العاصمة عمان يوم الاثنين 26 درجة مئوية مع وجود فرص لزخات أمطار رعدية، تبقى هذه الفرص حتى ساعات ليل مع درجة حرارة 12 درجة مئوية، ولكن كما نشاهد هنا انخفاض ما يقارب 12 درجة ما بين يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، حتى أكثر 13 درجة مئوية ما بين يوم الاثنين حتى يوم الثلاثاء. لذلك نود التنبيه من هذه التفارقات في درجات الحرارة تحديدا ما بين يوم الاثنين والثلاثاء، وتستمر الانخفاضات على درجات الحرارة ما بين الاثنين والثلاثاء إلى أن تصل إلى 9 درجات مئوية نهارا في العاصمة عمان مع وجود أمطار كما نشاهد. وتتأثر المملكة أيضا بمنخفض جوي سنتحدث عنه لاحقا مع يوم الأربعاء بمشيئة الله. درجات الحرارة الليلية أيضا تنخفض كما نشاهد من 12 إلى 7 درجات مئوية خلال يومي الاثنين الثلاثاء والأربعاء بمشيئة الله. ومن العاصمة عمان وننتقل إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربد، أمطار رعدية بمشيئة الله من 31 إلى 15 في المفرق، أمطار رعدية بالإضافة إلى رياح نشطة قد تثير الأتربة من 28 إلى 14 درجة مئوية. جرش فرص لزخات أمطار رعدية أيضا من 31 إلى 16، كذلك الأمر في عجلون من 30 إلى 14 درجة مئوية مع وجود فرص للأمطار. في العاصمة عمان 26 إلى 12، في زرقاء 29 إلى 16، في الزرقاء 28 إلى 14، مادبة 27 إلى 14، وفي البحر الميت من 36 إلى 22 درجة مئوية مع وجود فرص لزخات أمطار رعدية بمشيئة الله. في الكرك 28 إلى 15، في الطفيلة 25 إلى 12، في معان 27 إلى 13، في جبال الشراء أمطار رعدية 23 إلى 10 درجات، وأيضا أمطار رعدية في العقبة نهارا 31 إلى 17 درجة مئوية في ساعات المساء. في الرويشد 29 إلى 16، في الصفاوي من 30 إلى 14، وأخيرا في الأزرق من 30 إلى 15 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. نتمنى السلام للجميع، وإلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.